اوكي، هلا والله بالجيمرز تشات. جيمر سو معاكم، جيتك مرة تانية في لعبة كريزي مود. فهذه اللعبة فيها حاجات مرة مجنونة، فصراحة تبدأ العيال. طبعا اذا اقترحوا لي لعبة تحت العبها في التعليقات. طبعا هذه اللعبة اونلاين. دقيقة خلنا ندخل. لا خلاص هرجع لكم يا عيال بعد ما اوكي بلشنا. دقيقة ابغى العب لحالي مو اونلاين عشان اللعبة تلقلق لما تكون مع ناس كتير. فارجع لكم بعد شوي يا عيال. اوكي يا عيال، طبعا حطيت كليك باب اسم السيرفر، هحط محمد. دقيقة طيب اوكي، حط لكم رابط الفيسبوك حقي تحت في التعليقات اذا تبون تضيفوني. فحط ارض عادية والباسورد حقي. ما اقول لكم اياه عشان الباسورد امزح. فحط الباسورد حقي فكريت. يلا يا ولادي اوكي، شوفوا في حاجات هنا، شوفوا الاسلحة مرة كثير. فيب في سيارات وحيضيفوا لها بعد حاجات مجنونة ثانية لما يحدثوها. طبعا هنا في اشياء وحركات. شوف خدازة شوف الحاجات. شوف لا يقول ذي الحاجات. طبعا حنحط السيارة. طبعا اذا تبون تلعبون ذي اللعبة حط لكم اسمها تحت بالتعليقات على البلاي ستور، تحملونها مجانية، موجودة على الايفون وعلى الاندرويد. فما ادري ايش السيارة حقتي وقفت علينا. خلنا نركب السفينة الفضائية. دي هي هذا اللي يكبها. بسرعة والله اللعبة هيحدثوها مرة، المطورين قالوا كذا وحيضيفوا لها حاجات جديدة ثانية حتصير اللعبة أفضل. لا تفوتكم ذي اللعبة، حملوها. حركب الهليكوبتر. الهليكوبتر طبعا تقدر بعد بدل السلاح يكون معاك بالبداية تستفيد منه دقيقة. حتى هو معي ده دايما يكون معك من اول ما تبغى تشوف. تحط ذي او ذي او ذي او اي حاجة ثانية مثلا ذي بعد، فتضغطون عليه يقول لك اياها لما تقدر. طيب الحين تقدرون تطيرون كذا بهذه الطريقة. طيب اللعبة دي مرة أنصحكم فيها يا عيال. خلص لا أبغى أوقع معها دحين طبعا. فقل دي شوفوا هنا في مصابيح وحركات. والله اللعبة لا تفوتكم يا عيال ومدافع. تقدرون تذبحون حالكم انت وخويك، تلعب اونلاين. والله مرة حلوة. خلنا نحط لا ما ابغى خضرة، ابغى سفينة فضائية زرقاء. فخلنا نركبها. كيف بسرعة. والله اللعبة مرة حماس.
طبعا لعبة كريزي مود النسخة الأصلية موجودة على الكمبيوترات، هحط لكم اسمها، هي مو كريزي مود، كريزي مود شوف تبعت الكمبيوترات ودي تبعت التليفونات. والله أرهب أرهب واحد، خلنا نروح دي قنابل. شوف 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 في كاشوف، واو يا ولادي شوفوا تقدر تبعدون ما بتقدر، ابعد يا ولادي جلع الشك. شوفوا خليته يطير بالسما كده، او لسه لو في صاروخ بعيد تفجر نفس الخوية، فجر خويك فيه. عشان نشوف ليش تاني، ودي حاجات ثانية مجنونة، ودي أبواب عشان تقدر بعد تبني فيها. طبعا أبغى أقول لكم حاجة، في المقطع اللي فات الساعة 3 الفجر لما دي تحت كده تضغط تفتح الباب. طبعا لما نزلت فيديو الساعة 3 الفجر تشرب 3 كاسات موية، فطبعا لما قلت يا مين، قال لي ده صديقي، قال لي صبينا على أسرع، ما علينا أي أسرع، ما علينا صبينا لك سريع، لكن صبينا على صديقي أسرع منك، صديقي الثاني اللي اسمه خالد. طبعا ده صبينا رو، أقول لك كيف شكله، ده صبينا ملون مرة مرة ملون، وإله 6 حلقات من دول دوائر، والحدايد حقته مرة ثقيلة، حتى السبينر هو نفسه مرة ثقيل. طبعا وهو حقه 20 دينار عشان يدور لك 16 دقيقة، يضل له 16 دقيقة. فيب خلنا نشوف دقيقة اسبيس، خلنا نشوف نلعب مع الناس. لا مش اوت، لا يا ولادي ليش هيك، اطلع حط على اللعبة ارجعلكم بعد ما الاقي واحد العب معاه. هاي انت، انت تعال ما تطلقش علي يا ولادي، تعال انا حطلك عليك صاروخ. طبعا ايه قتلته ذا جوا السيارة، ماو ما مدش. طبعا في مابس كثيرة تقدر تختارها، في وش في تقدر ما بالقمر، في ما بالفضاء تروح للفضاء. يلا طير 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 طير، واو. طبعا ده مختلف الماب، فضاء قمر في مابات مرة كلش. هاي وش صار ده قلق عندي العالم. اوكي شباب، حل الفيديو هنا، وصلنا الفيديو، فاتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم